سبق قلنا انه العرب قبل الاسلام اعطت كل حرف من حروف ابجد هوز قيمة عددية، الالف واحد الباء اثنين ضمن نظام معين. كثير منكم بيعرف هذا الكلام المسمى بحساب الجمل. هذا لما نزل القرآن كان العرب هو جزء من لغة العرب، والعرب هم اللي اوجدوه على فكرة، وتأثرت به لغات كثيرة. واحنا وجدنا في يوم من الايام 13 لغة متأثرة بابجدية العرب. كانت عندنا القوائم سرقوها اليهود، كانت عندنا قوائم في 13 لغة، وكل لغة كيف يعني سرقوها؟ اجوا دخلوا المركز وسرقوها، ما مش قضية. فال 13 لغة، كل لغة تستخدم الأبجدية العربية أو استفادت منها، وبالقيم العددية كمان بما فيه العبري. العبري اللي اتطفلوا على العرب في هذه المسألة وأخذوا. وفي بعض الناس قال بيزعم أنه الجمل أصله عبري، لا. والقضية بسيطة جدا، أنه كل حرف له قيمة وخلاص، أكثر من هيك لا. فأي جمل اخترع بعد الإسلام نعترفش فيه. هو الجمل اللي لما نزل القرآن، لما نزل القرآن كان موجود في لغة العرب خلاص، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وكان هذا من ضمن لسان العرب قبل الإسلام بألف وستمائة سنة وأكثر، تمام؟ والعرب بيستخدموا في التأريخ، وبيستخدموا حتى في التعبير أحيانا، كان قال لك با يعني اثنين إلى آخره. إذن فقط بهذه الطريقة. وإحنا طبعا استقرأنا القرآن ووجدنا مش مئات بل قد يزيد على المئات من الأمثلة تدل على وجود الجمل في اللفظة القرآنية كأسرار، وهذا أطلنا الحديث فيه كثير.